نعمل اول وصفه بان كيك الفراخ. ايه بقى المقادير؟ بصوا معانا فراخ متقطعه حتت صغيره او مفرومه، يعني لو هنعتبرها مفرومه زي ما بنفرم الفراخ كده عشان نعمل الكفته ولا نعمل البرجر، تقدروا تفرموها في الكبه، وده يفضل طبعا بلاش تشتروها مفرومه، يعني لا ما تعملوش الحركه دي ابدا. انت يبقى عندك صدر فرخه حلو كده تفرميه في الكبه يبقى انضف بكتير، او تقطعيه حتت صغيره كده بالسكين على قد ما تقدري، تمام؟ ده ينفع وده ينفع. معنا خمس بيضات، تمام؟ خمس بيضات دولت لصدرين فرخه، يعني انت كده هتعملي كميه من البانكيكس محترمه، تمام؟ معانا كمان معلقه كبيره من المايونيز، معانا معلقتين من الدقيق، معلقتين كبار من الدقيق، معانا كمان تقريبا يعني بصلتين كده من البصل الاخضر متقطع صغير، ممكن تستبدليها بالبصل الاحمر مفيش مشكله، هيبقى لطيف جدا. معانا كمان ملح وفلفل وشويه زيت بقى علشان ايه البانكيك وقت التسويه، وبس كده. وصفه خطيره ان شاء الله تعجبكم. طلع بوله كبيره حلوه كده، نجيب المضرب السلك اليدوي وننزل بالبيض، خمس بيضات قلنا مقدار الخمس بيضات دولت على صدرين من الفراخ او صدر ورك يكونوا مفرومين او متقطعين صغير قوي. هنحط على الخمس بيضات دولت ملح وفلفل، ملح وفلفل، ونضربهم كويس كده. بعد ما نضرب البيض ونتاكد ان هو اتخفق حلو، ادي الفراخ اهو بصوا متقطعه ايه صغير قوي، مكعبات صغنونه جدا او مفرومه زي ما تحبوا. هنحطها على خليط البيض كده اهو، نقلب ونحط المايونيز، بيعمل طعم حلو قوي للبانكيك. نقلب، والبصل الاخضر زي ما قلت لكم ممكن نستبدله بالبصل الاحمر عادي مفيش مشكله، والدقيق معلقتين كده كبار من الدقيق، ونقلب. لو حسينا ان احنا محتاجين نزود شويه دقيق كمان، معلقه ولا حاجه، ممكن نعمل كده حسب القوام، لو لقينا القوام سايل اكتر من اللازم ممكن نزود شويه دقيق. يعني انا شايفه هنا ان انا هزود شويه دقيق، انا معايا دقيق اهو من تحت الحوض. حط شوية دقيق علشان يبقى القوام مربوط، الدقيق هو اللي بيربطه بس كده. انا شايفة كده ان القوام ايه هايل اهو. ونعمل ايه بقى؟ طاسة سخنة على النار فيها دهنة زيت كده، ندهنها دهنة كده من الزيت. معايا كده معلقة، استنى لما نجيب معلقة تانية كبيرة، المعلقة دي والمعلقة دي، ونروح كده هنا ناخد من الخليط الحلو ده هنا كده في الطاسة بالشكل ده. اول ما يستوي من تحت هنقلبه عشان يستوي برضو من الناحيه الثانيه، وما بياخدش وقت خالص يا جماعه، وطعمه ظريف وتحفه. والفراخ هتستوي طبعا، اكيد هتقولوا لي الفراخ كده هتستوي، ايوه هتستوي، سواء اذا كانت مفرومه او متقطعه، يعني هي متقطعه مكعبات صغيره قوي تكاد تكون مفرومه يعني، تمام. هنفضل كده متابعينها كده عشان ايه اول ما تاخد لون من تحت نقلبها على طول كده. تعالوا نشوف دي كده اخبارها ايه، لسه بس بصوا ماسكه نفسها واتقلبت، محتاجه بس ايه نصبر عليها شويه تاخد لون حلو. وهنفضل نعمل كده فيهم كلهم لغايه ما يطلع معاكي بانكيكس خطيره جدا، حادقه طعمها لذيذ. تقدروا كمان تحطوا لها جبنه لو محتاجين في الخليط نفسه اي جبنه مبشوره هتبقى تحفه، وحتى جبنه فته هتلاقوها طعمها خطير، هتعجبكم جدا جدا. وزي ما قلت لكم تنفع قوي في المدرسه وتنفع برضو في العشاء، بصوا خطيره. احنا عاملين منها طبعا بقى هناك كميه كبيره، استاذ احمد هيجيبها لكم وانا هقعد اقلب في دول اهو كده عشان ياخدوا ايه لون ظريف ويستووا. ايوه استاذ احمد جابها لكم اهو، خطيره.